وبعض الناس ليس عنده يعني زهد إما في المعاصي أو في الشبهات والمكروهات أو في المباحات التي يعني حذر الشرع من التوسع فيها حتى لا تطغى على المندوبات وتطغى على الواجبات وإلى ما يتبع ذلك. فالإنسان دائما يقرأ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عن الصحابة، عن الزهد، عن الورع، عن الفقر وفضائله، حتى الإنسان يعني يأتي في قلبه حب الزهد في المعاصي، في المكروهات، في الشبهات، في المباحات، ويتورع أشد الورع عن الشبهات، ويرى أهل الورع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة ومن تبعهم، ويرى فضل الفقر في الدنيا والآخرة.